مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. ألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاء وجماهيره في كل مكان داخل وخارج مصر. ختام أكثر من رائع لموسم من أصعب المواسم اللي شفناها، وكان من الفترات الأصعب في تاريخ المنافسة على مستوى الدوري المصري، البطولة المحببة والمفضلة لجماهير النادي الأهلي، والبطولة اللي أصبح جمهور الأهلي بيقول إنها دايما أبدا تفضل الارتباط والبقاء داخل جدران النادي الأهلي في الجزيرة. اللقب أو رقم 41 اللي بنصل إليه من إجمالي 60 نسخة من الدوري المصري حتى يومنا هذا، نصيب الأسد دائما أبدا للنادي الأهلي المصري اللي بيتفوق على جميع أقرانه بفارق كبير جدا. فارق النقاط كمان بيدي درس للجميع بعدم الاستسلام، وهذه هي سمات الفريق البطل، فريق النادي الأهلي. لو كان فريق عادي كان استسلم للأمور الصعبة اللي مرينا بيها في النصف الأول أو الدور الأول من هذا الموسم، وكان تعامل مع فكرة التعثر الفني والمشكلات والنقص في الصفوف والإصابات، كل اللي شفناه من حالة عدم التوفيق اللي كانت موجودة فنيا في الفترة الأولى من هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، كان ممكن مجلس الإدارة الأمور الفنية اللي طبعا في مقدمة القائمين عليها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بما له من تاريخ كبير جدا وخبرات في عالم كرة القدم، والفريق المعاون له والقائمين على التعاقدات وعلى الرؤية الفنية للفريق قبل طبعا كمان اختيار عناصر لجنة التطوير، كان ممكن الجميع يكتفي ببناء الفريق، إعادة بناء الفريق كما أطلق هذا الأمر على خطوات الإصلاح الفني للفريق الكابتن محمود الخطيب في فترة سابقة، على أن يكون هذا الأمر مع انطلاقة الموسم الجديد. كان ممكن الكل يلتمس الأعذار للفريق ويقول إحنا مش في أفضل حالاتنا، إحنا في فترات كتيرة بنقول إن إحنا مش موفقين فيها، وكان ممكن يتم الاكتفاء بالصفقات الجديدة واختيار الجهاز الفني الأفضل للمرحلة دي انطلاقا من الموسم القادم. لكن ده مش سمات الفريق البطل. النادي الأهلي راهن الجهاز الفني، مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ، كل القائمين على أمور كرة القدم وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة الكابتن الخطيب قال إن احنا هنمشي بالتوازي في الاتجاهين وهنقوم بالمهمتين بإذن الله لو كنا موفقين، وهو بفضل الله سبحانه وتعالى ما حدث مع ختام هذا الموسم، إن احنا هنعيد بناء فريق الكرة للفترة الجاية، وتألقنا على مستوى الدوري المصري وحصلنا على البطولة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافس، وأيضا استطعنا أن احنا نجدد دماء الفريق، وده مستمر كمان إن شاء الله مع فترة الانتقالات ومع بداية الموسم القادم، لسه في أسماء وفي صفقات جديدة للفريق، والقائمين على أمور التعاقدات في النادي في سعي إلى دعم الفريق كمان بعدد كبير من العناصر ممكن تضيف لكوكبة النجوم الموجودة في النادي الأهلي. الكل أجمع على أن النادي الأهلي معدن لاعبيه ونجومه والخبرات داخل هذا الكيان العريق بتقدر تحسم الأمور، تعيد الأمور إلى المسار الصحيح فنيا، تصلح أمور الفريق فنيا، وفي نفس الوقت إن ده لا يعطلنا عن المنافسة على اللقب. والكل قال من البداية بنتعهد للجماهير هننافس بقوة هذا الموسم وليس الموسم القادم، رغم التعثر الفني ورغم أننا في حاجة إلى إعادة النظر في بعض الأمور الفنية، وهو ما تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. كان طبعا مسك الختام لهذا الموسم المباراة اللي دايما بنقول عليها أنها بطولة خاصة، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أيا كانت مؤثرة ونقاطها مؤثرة في صاحب اللقب والفائز بالبطولة من عدمه، كان هذا الموسم هذا اللقاء لم يكن مؤثر على مشوار الدوري لأن الأمور اتحسمت، البطل والوصيف تم حسم طبعا وتسمية البطل ووصيفه قبل هذه المباراة، لكن بتبقى في ذاكرة تاريخ الرياضة والكرة المصرية مباراة لها طابع خاص ولها رصيد كبير جدا من الاهتمام جماهيريا وإعلاميا وفنيا من الخبراء والمتخصصين. مرة ثانية ألف مبروك للنادي الأهلي، وإن شاء الله تتوالى الانتصارات وتنعكس كل الجهود المبذولة من تعاقدات جديدة تمت في الفترة اللي فاتت وإضافة أسماء قادمة هتكون مؤثرة إن شاء الله مع عودة المصابين، القوة الضربة اللي اكتملت للفريق مع الشغل والاجتهاد من خلال معسكر أسبانيا، المعسكر الخارجي اللي تم خلال الفترة اللي فاتت، كل ده تكون له انعكاساته ليس فقط على المستوى المحلي ولكن من أجل عودة اللقب الأفريقي والمشاركة إن شاء الله عالميا من خلال التأهل لكأس العالم للأندية في النسخة القادمة وبعد النسخة القادمة من دوري الأبطال الأفريقي إن شاء الله. خلونا في بداية هذا اللقاء ننوه عن اللقاءات اللي حتلي لقائنا الأول أو أول حوار في هذه الحلقة بعد ضيفنا اللي بيشرفنا في الفقرة الأولى الكابتن صديق الجمال، وهو طبعا غني عن التعريف، هو عضو اللجنة الفنية في النادي الأهلي وهو واحد من نجوم الكرة سابقا في مصر والنادي الأهلي. هيكون في أكتر من لقاء آخر من خلال الأهلي الليلة مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، هيكون في لقاء مع لاعب النادي الأهلي السابق الكابتن أحمد صديق، ثم الفقرة الثالثة هتكون مع الناقد الرياضي المتميز الأستاذ عبد المنعم الأسطى. الكابتن صديق الجمال نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا، أهلا بحضرتك ومبروك الدوري والفوز أيضا بلقاء القمة كمسك الختام لهذا الموسم، وسعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة. الله يخليك، أهلا بك كابتن محمد وسعيد جدا أن أكون موجود مع حضرتك. كابتن صديق خلينا نبدأ عايز رأيك سريعا الأيام الأخيرة، مباراة المقاولون العرب، الفوز في هذه المباراة الحاسمة للدوري، ثم الفوز في مباراة القمة، شكل ختام الموسم ده اللي انتهى بكل المقاييس لصالح النادي الأهلي.
طبعا بداية لازم طبعا نوجه التهنئة لمجلس الإدارة، مجلس إدارة النادي الأهلي اللي اشتغل بهدوء وبدقة وبثبات انفعالي زي فريق الكورة بالظبط وزي الجهاز الفني، وهيئ كل حاجة لفرقة الكورة وعمل تدعيمات وظبط الفريق، والحمد لله رجع الأهلي لمكانه الطبيعي وعوض فرق النقاط وفرق المستوى اللي كان في الأول، وصل لمرحلة جوزية عالية جدا جدا. أنا بحيي مجلس الإدارة في مساعدته للجهاز الفني والمنظومه ككل يعني، وطبعا بحيي الجهاز الفني بقياده المدير الفني والجهاز الفني بالكامل، وبحيي الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هم قدروا الفتره اللي فاتت يلموا اللعيبه ويعملوا كنترول عالي جدا جدا، وجهزوا اللعيبه نفسيا وبدنيا وفنيا، وبدليل المعسكر الاخير اللي هو النادي الاهلي الحمد لله استفاد بيه جدا، اللي هو دخلوا بيه على مباراه المقاولين العرب، ودي كانت مباراة المقاولين العرب، دي بطولة الدوري يعني، دي المباراة المصرية اللي كانت تحدد النادي الأهلي الحمد لله أنه هو حقق بطولة الدوري، قدر يفوز 3-0. أنت عارف قبل المباراة كلام من هنا وكلام من هنا، حاجات ممكن تحبط أي حد، بس الأهلي هو بيفرض شخصيته على أي حد، وأي حد بيتكلم أو أي حد بيتناقش الأهلي بيفصل الفرقة بتاعت الكورة عن أي نقاش. الأهلي بيرد في الملعب، قدر يتفوق على المقاولين والحمد لله حسم اللقاء، حسم بطولة الدوري. هل بدأت المؤشرات الإيجابية تبان يا كابتن صديق من وقت الانتقالات في فترة الانتقالات الشتوية والأسماء الجديدة اللي معاها اكتملت الصفوف بعودة عدد كبير جدا من المصابين؟ أكيد أكيد طبعا الأهلي مر بظروف صعبة جدا لازم نتطرق ليها، لما كان فرق النقاط بينه وبين المنافس ففرق مثلا 8 بونت أو 10 بونت والأهلي يقدر يلم نفسه، ما جاتش من فراغ، قابل مطبات كبيرة جدا. اي فريق غير النادي الاهلي حصل فيه كميه الاصابات كابتن محمد طول الموسم، كان ممكن زي ما بيقولوا كده بلغه الملاكمه يسلم ويرمي الفوطه، وكان طلع بره الصراع خالص، وتحديات كبيره داخليه تحديات خارجيه لما نتطرق ليها. وتحصل لاشهر فرق العالم انه يجي في موسم يكون مش موفق ويبقى عمليه احلال وتجديد ويقول ان انا أكيد بره السباق الموسم ده، او خلاص يعني فقدت البطوله دي وهكمل وانافس من اجل البطوله اللي جايه، او اجهز نفسي للبطوله اللي جايه. في توفيق وسوء توفيق لاي فرقه في العالم، بس في تحديات ثانيه بعيده عن الكوره. الاهلي قابل حاجات كتير سواء في التحكيم الخارجي في افريقيا، في مصر كان في ضغوطات عليه، ضغوطات من بعض المنافسين، ضغوطات ماديه اكتر من اي حاجه. لما فرق بتعمل تدعيم وفرقه تانية تعمل تدعيم كله بيصب يبقى ضد النادي الاهلي، ويجي الاهلي يتفوق على كل ده بالاراده بشخصيه النادي تكاتف الجميع بالمنظومه كامله، ده غير اللخبطه اللي كانت حاصله في تنظيم المسابقه الموسم ده، الموسم اللي انتهى وضغط المباريات والمشكلات دي كلها. كابتن محمد كل ده كان ضد النادي الاهلي، لما يكتسى كله بشخصيته القويه يبقى هو عدى مراحل كتير اي فرقه تانية كانت ممكن تقع. هو كل الصعوبات دي والتحديات خدها على عاتقه لان شخصيته بتتفرض في اي وقت. وانا بقول لك في كل وقت بحيي مجلس الاداره ليه هيئ المناخ وجاب تدعيمات، وبرده الدعم اللي جه للنادي الاهلي من حسين الشحات واللعيبه اللي جت، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، جيرالدو، ياسر جيرالدو، وكل الناس اللي جت، وان شاء الله تدعيمات قويه جدا جدا للنادي الاهلي. طول عمر الاهلي بيدعم صفوفه بعناصر ممتازه اللي هي بتاهله ينافس في كل استحقاق يخش فيه. كل دول فرق مع النادي الاهلي، ودول اللي صنعوا الفارق مع الاستقرار وتهيئ المناخ والجو للجهاز الفني. فانا بقول لحضرتك ليه بركز برضو على المعسكر، عمل حاله كويسه جدا جدا للفرقه، وجم تحس النادي الاهلي فايق عن اي حد، بدليل كان في احسن حالاته على الاطلاق في ماتش المقاولين. بص ماتش المقاولين عمل جيم عالي جدا وجاب 3 اجوان، خلاص خد البطوله. لما دخلنا في مباراه الزمالك كل الناس المعنيين بكره القدم سواء الناس مدربين او حتى الناس الجماهير اللي هي اللي بتشجع النادي الاهلي والجماهير الكره المصريه هيقول لك الاداء ومش الاداء. انا ما بختلفش معاك على الاداء، بس الاهلي عنده تحديات كبيره. مباراه الزمالك دي مباراه بطوله خاصه وتاريخ بين الناديين. بتفضل التسميه دي ولا دي يا كابتن صديق؟ يعني انا حضرتك شاركت في عدد من مباريات القمه لما كنت ضمن نجوم النادي الاهلي، الحمد واحد لله من اللاعبين في صفوف النادي الاهلي. الناس تقول عليها بطوله خاصه ايا كانت مؤثره او مش مؤثره على مش على نتيجه الدوري، الناس تقول عليها مباراه مهمه جماهيريا واعلاميا وتاريخيا، بتشوفها ازاي المباراه؟ هي جماهيريا واعلاميا وتاريخيا. تاريخيا لان دي بتبقى في احصائيات بين الاهلي والزمالك، الحمد لله الاهلي متفوق في كل حاجه سواء في البطولات 1000 مباريات. يعني انا لو لا قدر الله كان الاهلي مثلا تعادل او حصل اي حاجه هقول لك عادي، البطوله الغاليه جدا 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 النادي الاهلي حصل عليها، بس المباراه دي بتعني حاجات كتير لجماهير النادي الاهلي، لمجلس اداره النادي الاهلي، بترد بيها على اي منافس. احنا بطل في الملعب،
انا ما اروحش الاعب مثلا الجونه والاقي بعض النقد الغير بناء ان يقول الجونه لعبت بقوه وبعنف عشان النادي الاهلي. طب ما انا رايح العب الجونه لازم العب بقوه وبعنف واموت نفسي في الملعب واكسب الجونه، ما اقولش ان انه بيلعبوا عشان خاطر فلان. فجت المباراه المفصليه، خصوصا ان معروف كلام حضرتك ده بيتفق مع كل الاراء اللي بتقول ان كل فرق الدوري بتقدم افضل مستوياتها قدام دايما الاهلي والزمالك اللي هم الماتشين اللي بيشوفوا ان هم لهم جماهيريه. كابتن محمد كله بيلعب لنفسه. انا لعيب في جونه عايز العب كويس عشان ارجع النادي الاهلي ناديه. واحد بيلعب مثلا قدام الزمالك عايز يلعب كويس عشان يروح الزمالك يكون في اعاره. فالنادي الاهلي حسم وزي ما بتقول ايه يعني ما خلاش حد يتناقش في اي حاجه زي كده بمباراه الزمالك. زي ما بيقولوا ايه قال لك يا ريتني بقى نلعب الزمالك والاهلي ماتش ايه تحدي، ادينا لعبنا تحدي احنا كسبنا. لا انا دايما انا كمان بميل لان احنا نتكلم ونحلل ادائنا احنا يعني كل منافس هو ادرى بشؤونه وقدر على تحليل ادائه ونتائجه. انا بفكر دايما في فكر النادي الاهلي. راي حضرتك في انه مجلس الاداره في وقت من الاوقات والقائمين على امور كره القدم في النادي ومقدمتهم الكابتن خطيب قالوا لا هنشتغل على المحورين وهنحقق الهدفين ان شاء الله مع نهايه الموسم، هنصلح احوال الفريق فنيا وهنصلح مسار الفريق واعاده بناء الفريق وهنفوز وهننافس بالبطوله. الغريب ان كان الجمهور في قمه يعني في اصعب بالفترات فنيا واصعب مراحل نتائجنا في الدور الاول كان الجمهور عنده ثقه بلا حدود. كنت تتكلم مع الناس الاهلاويه في الشارع يقولوا ان شاء الله هنفوز على يعني هنفوز على اقراننا او منافسينا وهناخد البطوله الموسم ده. اكيد اكيد لان الثقه دي ما بتجيش من فراغ. انا قلت لحضرتك ايه شخصيه النادي الاهلي. اي حد بيشجع النادي الاهلي عنده ثقه في ربنا ثم في فرقه النادي الاهلي ان هيحقق الهدف المطلوب منه وبيحققه. عمره ما خيب ظن جماهيره النادي الاهلي. اي حد يمر بالظروف اللي مر بيها في افريقيا يخش على بطولة الدوري مش هيقدر يعمل أي حاجة. الحمد لله عدوا مرحلة خطرة جدا في مسيرة النادي الأهلي والفرقة اتلمت واتظبطت ومجلس الإدارة ساهم بالصفقات. رجع الأهلي لشخصيته والحالة بتاعته قدر يتفوق على أي حد. وزي ما قلت لحضرتك مش من فراغ، دي يعني بطولة غالية جدا 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 جدا. أنت بينك وبين المنافس نادي الزمالك له كل التقدير والاحترام. ان 8 بونت وتيجي انت تقلب تعكس يبقى انت اللي خدت البطوله 8 بونت، دي مش من فراغ. اجمل من المواسم اللي بيبقى النادي الاهلي متفوق وحاسم البطوله من اسابيع كتير قوي قبل ما تنتهي. بس الفرحه بتبقى عاديه جدا جدا وبتبقى وقتها، انما دي فرحه كبيره جدا جدا لجماهير النادي الاهلي لان كان في تحديات وصعوبات. انا قلت لحضرتك ايه انت عارف يعني ايه حضرتك كابتن محمد امور ماديه. لما انا اجي ادعم نادي اجيب له لعيب بمليون واجيب لي ده ب 5 مليون واجيب لي ده ب 10 مليون كل ده يتصب في مصلحه الفرقه الثانيه عشان يوقعوا النادي الاهلي. بيجي النادي الاهلي يتخطى كل الصعوبات دي ويبقى هو البطل ب 8 بونت وللثالث مثلا باكثر من 8 بونت. فده عند النادي الاهلي ما تقربش، حط تحتيها 100 خط مع التقدير والاحترام لكل فرق الدوري. بس احنا اشتغلنا واللعيبه تعبت وحاربنا كتير نقد غير بناء وكلام كتير جارح على النادي الاهلي وعلى مجلس اداره النادي الاهلي. بس طول ما النادي الاهلي معودنا من ساعه ما الواحد طلع سواء لعب في النادي الاهلي او شجع النادي الاهلي، الاهلي بيفعل بس في الملعب. في الاستقرار كمان في طريقه اداره الامور وانها بشكل متزن في النادي الاهلي يا كابتن صديق. في وقت قرر النادي الاهلي انه ليس من الانسب استمرار كارترون، وده كان قرار بعد دراسه وبعد عدد من النتائج وشكل الاداء غير الموفق. لما كان في بعض المطالبات بالتغيير مره ثانيه النادي الاهلي ما التفتش لها لانه قال ان لا الجهاز الفني والتكليف الجديد والتعاقد مع مارتن لاسارتي حتى بعد الخروج غير اللي كان غير طبعا مستوانا فيه كان سيء جدا وظروفنا في المباراه دي كانت بعيده جدا فنيا وكان داي اوف لكل نجومنا. لكن النادي الاهلي قال لا مش هستجيب للمطالبات بالتغيير دلوقتي لان انا براهن على ان الفريق ياخد البطوله بطوله الدوري ويكمل. انا ببني الفريق صح. فده نوع من الاتزان في القرارات وعدم الانفعال المبالغ فيه. بسبب ايه اتزان في القرارات؟ ان في رؤيه فنيه. ما هو برضو المسؤول هنا بتاع كوره عنده رؤيه فنيه عاليه جدا وبتبقى صائبه. يعني عارف امتى يغير امتى ما يغيرش، ليه ما يغيرش وليه ما يلتفتش لاي حد؟ لان الناس دي بتاعت كوره، ما عارفين ان انا جبت تدعيمات ما ينفعش اقرب على الجهاز الفني. الجهاز الفني اللي مشي لما حصل دروب في افريقيا وطلعنا الخروج اللي هو ما كانش مثلا بالنسبه لينا احنا ما كانش راضيين عنه، لا جاي مدرب جديد جه تدعيمات قويه جدا جدا. جت الصوره انعكست بقى هنا ايه بالايجاب مش بالسلب. الاهلي مشي في الطريق الصحيح والناس المجلس الاداره ساب الجهاز وجاب التدعيمات عمل شغله ساب الكره في ملعب الجهاز الفني والمسؤولين على الكره في النادي الاهلي. وكان حريص انه زي ما حضرتك قلت يدي لاسارتي اكبر مساحه من التناغم والانسجام لنقل رؤيته الفنيه وتكليفاته للاعبين. والثقة ما حصلش على الفتره دي وقت التعاقد معاه لكن اتيحت الفرصه وقت كاس الامم الافريقيه. اكيد وخد براحه
خد ارتياحيه والرؤيه الفنيه بتاعته ظهرت وبرده من ضمن الحاجات. طب عفوا لمقاطعتك يا كابتن صبيح، لازم نتوقف الان مشاهدينا مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذا الحوار، تابعونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ونجدد الترحيب بالكابتن صديق جمال، عضو اللجنه الفنيه في النادي الاهلي واحد نجوم كره القدم سابقا في مصر والنادي الاهلي. اهلا بيك مره ثانيه كابتن صديق. اهلا بيك كابتن محمد. عفوا المقاطعه، كان لازم نتوقف مع الفاصل، بس حضرتك كنت بتتكلم عن عوامل كثيره جدا كانت ايجابيه وتغلبنا فيها على المشكلات الفنيه والتعثر في بدايه الموسم. عايز اشوف مباراه الاهلي والزمالك تحديدا كمسك الختام لهذا الموسم وذكرياتك عن المواقف المشابهه اللي كان لقاء القمه فيها، سواء هيحسم البطوله او مهم في ختام البطوله حتى لو مش هيؤثر على اسم او تسميه بطل الدوري. هو المباراه دي يعني في مباريات كتير اتلعبت بين الاهلي والزمالك، بس في مباراه بتبقى ايه متعلقه في الاذان بالصعوبه بتاعتها، وكان عدم حسم البطوله قبلها باسبوع دي بتبقى مهمه جدا جدا في مسيره الفريقين. يعني اذكر منها مباراه في 88 كان 51 52 كان فرق بونت بيننا وبين الزمالك، المباراة الفاصلة اللي يكسب ياخد البطولة. الحمد لله قدرنا نتفوق مع مستر فايتسا وكسبنا 1-0 بهدف علاء ميهوب وخدنا بطولة الدوري. وكان التعادل يكفي الأهلي للحصول على الدرع في المباراة. بس كان التعادل يدينا البطولة، بس برضه كان معانا مدرب عظيم ربنا يطول عمره لو كان موجود، يعني مستر فايتسا من العلامات البارزة في تاريخ طبعًا من ألمانيا. أفضل المدربين في ألمانيا طبعًا. مش بس على مستوى مصر او لما جه مصر هو اللي دخل طريقه 3-5-2 وكانت طريقه جديده بالنسبه لينا ومدرب عالمي يعني. فحتى في المحاضره بنلعب على المكسب والحمد لله قدرنا نتفوق، وكانت فرقه الزمالك قويه جدا جدا جدا. وبرده وده مشابه لسيناريو الموسم ده، الاهلي ما كانش محتاج ولا نقطه من نقاط مباراه الزمالك، لكن حسم المباراه دي وفاز بيها وبنقاطها لانها بتضيف لنجاحه ولتكليله بطل للدوري، وليها طبع خاص طبعا. وحتى المباراه طبعا المجلس الجهاز الفني اشتغل على المباراه دي باحترافيه وبدقه مع اللعيبه. ازاي يا كابتن صديق؟ اللعيبه مثلا اقول لحضرتك اللعيبه مباراه المولين خدنا البطوله احتفلوا في الملعب واحتفال رائع وبطوله غاليه جدا جدا. اي فرقه ممكن في اليومين دول ممكن تفك، التركيز يقل لو ان مفيش دافع مفيش حافز خلاص خدت اللقب. الدوافع موجوده قبل المباراه للبطوله، بس في دوافع اهم اللي ذكرهم بالدوافع دي وحيا فيهم الدوافع دي الجهاز الفني. كان في تصريحات موفقه جدا للجهاز الفني ما بين مباراتي المقاولون العرب والزمالك وقبل مباراه القمه وختام الدوري، انه يتكلم عن المباراه دي انها مباراه مهمه جدا رغم ان الدوري حسم. ده كان بيجهز اللاعبين ويعلي عندهم التحفيز او الدوافع للمباراه دي. اللياقه البدنيه موجوده والحته الفنيه موجوده، بس الحته الذهنيه لازم على طول النفسيه دي. الناس اللي هي عندها خبرات كبيره بيقدر يهيئ اللعيبه بتاعته، والجهاز الفني بيلم اللعيبه يفصلهم عن اليوم اللي قبليه، عن الفرحه اللي ممكن انت الفرحه دي تمشي معاها تجرك لغايه مباراه مش الزمالك. هقدر واحنا بنسمعك كابتن صديق قدامنا على الشاشه علي معلول ليس فقط بادائه الرائع دفاعيا وهجوميا وهدفه الجميل في مباراه القمه، لكن اداؤه على مدار الموسم اللي الناس بتتكلم انه من الكي بلايرز ومن افضل الصفقات والعناصر الموجوده مش بس على مستوى النادي الاهلي، افضل الصفقات الموجوده في الدوري المصري كله. عايز حضرتك تتكلم عنه شويه. هدي له حقه لان مش عايز دوت ايه 10 ثواني و20 ثانيه، ده عايز وقت كبير نتكلم عليه، هندي له حقه برضه. بس بكلمك على المباراه، الجهاز الفني هيئ اللعيبه. المباراه دي في تاريخ النادي الاهلي بتبقى مصيريه، عشان بالارقام والتواريخ وبكل حاجه دي بتتحط في المقارنه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، فدي بتضيف لنا حاجات كتير وبتخلي النادي الاهلي اول حاجه يخش على البطوله الموسم اللي جاي كسبان الزمالك واخد بطوله الدوري، داخل على البطوله بقوه وبحماس وبيمشي في المسيره بتاعته ان شاء الله. بتدي له دفعه، بتدي له دفعه معنويه كبيره جدا جدا. وهو برضه جه فتره كان نادي الزمالك، يعني انا ليهم كل التقدير والاحترام مش بقلل منهم، الكوره بدون الزمالك ما تبقاش كوره في مصر، النادي الاهلي ونادي الزمالك. بس جه فتره كان الزمالك بيتغلب قبل ما يلعب، تسال الجماهير يقول لك لا النهارده نتغلب 2 نتغلب 3، لا الفتره اللي فاتت الزمالك كان ند، عشان كده الاهلي كان مستعد بقوه وتركيزه كان عالي جدا جدا. نزل حسم اللقاء، اللقاء فنيا ما كانش هو المطلوب
على مستوى الفرقتين. ليه يا كابتن صديق؟ دي ملاحظه فعلا الناس على السوشيال ميديا بتقول جمهور الاهلي فرحان جدا بالفوز وانه اضاف لفرحه الفوز بالبطوله، لكن بتقول مباراه فنيا كانت اقل من طبيعه مباريات القمه من الفريقين. ليه؟ متوسطه، لان الاهلي حسم اللقب. الاهلي اللي داخل المباراه عايز ثلاث نقاط بعيد عن الحته الفنيه، ثلاث نقاط تكتيكيا هعرف اجيبهم باي طريقه، بدليل ان بعد فترات في وسط فترات المباراه نادي الزمالك مسك كوره شويه بس مش فترات كبيره، بس استحواذ سلبي، لان لو استحواذ ايجابي كان يروح على الجون ويجيب اجوان، بس هو كان الهجمات بتنتهي عند خط ظهر النادي الاهلي مع تالق الشناوي في كورتين او ثلاث كور كان ممكن يجي جونين في النادي الاهلي. بس الاهلي خد اللي عايزه من المباراه، قفل كويس جدا جدا ولعب بخطه تكتيكيه، يعني لعب تكتيكيا كويس جدا، قفل الملعب على لعيبه نادي الزمالك حاجات بسيطه، حتى لما لقى ان الكاز فرق في اوفرين ثلاثه راح منزل اجاي في الاخر قفل الحته دي مع علي معلول. بعض الناس يقول لك ايه ازاي هو بيلعب باك ليفت، مذيعين كبار يقول لك هو نازل بيلعب باك ليفت، لا مش بيلعب باك ليفت، قفل الحته دي. لما انت تلاقي واحد يعني مهاري وبيروح وهيفرق على اللعيب بتاعك لازم تحط له واحد كمان تقفل الحته دي. قفلنا الحته دي الحمد لله، ما بقاش في خطوره منها، نص الملعب ركز في الاخر بقريبه، لما نزل صالح جالنا ثلاث كور نجيبهم اجوان، يعني في كورتين رمضان راح عمل بالعرض، لولا طارق حامد لمس الكوره كان صالح يحطها جول، كان ممكن احنا نكسب 2-3 في الاخر. كانت برضه فرصه قريبه جدا للتهديف طبعا، كان ممكن نكسب 2-3 في الاخر، هو الزمالك كان ممكن يتعادل، كان ممكن يجيب جول ثاني. المحصله النهائيه الاهلي خد اللي عايزه من المباراه، الحته الفنيه مش عاليه مش عاليه مش عاليه. مين لفت نظرك، مين نجوم هذا اللقاء من صفوف الاهلي؟ طبعا بتكلم عن لاعبينا، مين افضلهم في لقاء القمه؟ اول رقم واحد في النادي الاهلي بقى له فتره كبيره، هو رقم واحد دي اشتركوا فيها اثنين عشان اكون منصف فيها، الشناوي وعلي معلول. الشناوي وعلي معلول، علي معلول حسم المباراه دي بخبرته بمهارته العاليه بالمتابعه الجيده جدا جدا بالثقافه العاليه بتاعته. علي ما شاء الله بيلعب باك ليفت، بيلعب نص ملعب، بيكمل ساعات بتلاقيه راس حربه تاني في الكور الثابته، جاب جون الماتش اللي فات وجاب الجون الماتش ده، كره طبت جوه هو واقف وضع الانسايد الشمال، يعني في اتنين فراوده راس حربه، ساعات بيبقى واحد يمين واحد شمال، لو بيلعبوا فرد واحد الناس اللي تحت الفراوده الثلاثه بيكملوا، هو يعتبر بيكمل في كل الكور المباريات اللي فاتت، بدليل ان ربنا يعني ايه كلل جهوده، جاب جون غالي جدا في الزمالك لما الكره اتردت الكره الثابته، وجاب جون الماتش اللي قبليه لما اتردت كان هو احرز 8 اهداف، وضعه البوزيشن بتاعه في المكان بسم الله ما شاء الله احرز، فده لازم نديله لقب مميز جدا جدا في مباريات كتير، بس المباراه دي الشناوي وعلي معلول طبعا. كمان كان بيلعب بحماس، يعني في لقطه كان فيها سباق في السرعه سبرنت، هجمه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين حمدي النقاز ومعاه معلول، وقدر يمنع الكوره الكراس الكره العرضيه وقام بيحفز لعيبه الاهلي، يعني كان باين قد ايه هو بيلعب الماتش بروح وحاله معنويه عاليه جدا وفنيه كمان. تحس ان هو بقى له 10 سنين في النادي الاهلي ودي مش جديده على النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيخش النادي الاهلي كانك انت مولود في وسطهم، اي حد بيجي خلاص بيندمج معاهم. علي في احسن حالاته، ربنا يوفقه، وماشي كويس جدا مع النادي الاهلي. هو كمان من النجوم اللي عندها قبول عند جماهير الاهلي، من الصفقات اللي هي لقت قبول فنيا اعلاميا، يعني جماهيريا الجمهور بيحبه، حتى بيتداول صوره كتير على السوشيال ميديا ويكتبوا عنه كلام انه من افضل العناصر الموجوده في النادي الاهلي، يعني لا لانه بيأدي بنفس الروح بتاعت النادي، بيحب النادي من اول ما جه، بيطلع كل اللي عنده وامكانياته عاليه جدا، سخرها لصالح النادي الاهلي. حتى في التجديد ما فيش صعوبة ان يجدد، ليه حب المكان، وزي ما قلت لحضرتك في اكتر من حلقة سابقة اللي بيحب الاهلي الاهلي بيحبه. فاكر كمان مع الاختيارات واعلان قائمة المنتخب التونسي في كأس الامم، شفنا قد ايه انحياز الجمهور المصري لعلي معلول، والكل بقى بيتداول الخبر بيقول ازاي علي معلول مش ضمن النجوم الموجودين في منتخب تونس، رغم انها حق اصيل للجهاز الفني للمنتخب التونسي، لكن الجمهور الاهلي كان شايف ان اداؤه يؤهله بشكل متفق عليه او في اجماع عليه للتواجد في المنتخب، لان امكانياته عاليه جدا ومحبه في علي وشخصيه علي. انا بقول لك علي بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله يعمل موسم احسن من اللي فات كمان الموسم الجاي، لانه عنده كتير وعنده الامكانيات اللي تؤهله بيبقى رقم واحد في مصر. يعني علي معلول والشناوي حتى الان من نجوم الاهلي بدات حضرتك بذكرهم والاشاده بادائهم في مباراه القمه بشكل عام، مين بشكل تاني عام عايز تتوقف عند مستواه في المباريات الاخيره وانه مقدم مستوى مبشر جدا؟ اكيد محمد هاني. محمد هاني من اللعيبه كويسه جدا جدا ومنافس قوي
لأحمد فتحي. طبعا إضافة لما يكون عندك اثنين في المكان ده، بس هو خد مباريات كتير فإمكانياته ابتدت تظهر، وكان متفوق جدا جدا. أنا كنت حزين إنه ما راحش المنتخب بصراحة. محمد هاني من أهم المكاسب برضو للنادي الأهلي الموسم ده. كل الناس طبعا اللي موجودة بالناس، الإضافات اللي جات جديدة، السولية برضو من الناس اللي كانت بتأدي، كل لعيبه النادي الأهلي وحتى الناس اللي اتصابت. حمدي فتحي كابتن صديق بسأل حضرتك عنه، لأنه قدم مباراة كأفضل ما يكون في مركز الهاف ديفندر. السولية مفيش خلاف عليه، السولية أصبح من اللاعبين اللي عندهم خبرة هاف ديفندر، عشان هو قديم واثق في نفسه ومتمكن وعنده كمان قدرات تهديفية هجومية بتكمل دوره. عشان كده كان من المستغرب جدا إنه ما يكونش في منتخب مصر في بطولة كأس الأمم. أكيد. ولكن حمدي فتحي من الصفقات اللي الجمهور مبسوط بيها قوي، بتدل على اختيارات فنية ذكية من النادي الأهلي وعين خبيرة بتختار اللاعبين، لأنه حمدي فتحي بدأ أداؤه كمان بسرعة ياخد ثقه وينضج مع النادي الاهلي. هو عنده امكانيات، عنده امكانيات مهاريه غير الحته البدنيه وغير الحته اللي هي التكتيكيه اللي بيلتزم بيها. هو لاعب وسط ولاعب وسط مدافع. لما لاعب وسط مدافع مطلوب منه يقطع ويسلم ويطلع يقرب على نص الملعب عشان يبقى قريب من الحته الثلث الاخراني، بس متاخر على النص عشان يدافع. لا ده كمان عنده حاجه كويسه، بيطلع يسجل في كور ثابته، ولما يكون معاه كوره بيعمل ربط بينقل الفرقه، ممكن يباص باص كويس لقدام. فدي بتبقى مميزه، بيبقى لاعب وسط زي ما بيقولوا كده ايه عالي. في لاعب وسط عنده مهام دفاعيه بس يا بس عالي. حمدي فتحي اظهر كفاءه في حته لاعب الوسط اللي هو بيوصل لقدام وليه شكل في الملعب، زي السوليه وزي الناس اللي موجوده في نص الملعب. جيرالدو برده لما جه اشتغل وخد عالي. وانا سعيد جدا جدا في اخر مبارتين ثلاثه بعوده حسين الشحات. انا افتكرت لما الكاميرا جت عليه دلوقتي مع رمضان وهو بيغير في الماتش ده، رجع لمستواه اللي برضه بنسبه 70% تقديم نفسه للجمهور 70% من مباراه المقاولين 70%. لان انا عندي كلامي، حسين الشحات من افضل اللعيبه اللي اعتبر جت النادي الاهلي، بس باذن الله لما هو اندمج دلوقتي والثقه ترجع له، لان كان عليه ضغوطات برضه الولد عشان ما نظلموش. حته ان جه ودفع فيه مبلغ كبير والاعلام وبتاع تهز اي لعيب، كان في ضغوطات كبيره جدا جدا عليه. امبارح بيلعب بثقه، عمل كام لعبه كويسه وراح وعمل بالعرض واشتغل، والمباراه المقاولين كان مميز جدا جدا، احرز هدفين. بان الحته بقى المهاريه اللي عنده والامكانيات العاليه. ان شاء الله الموسم اللي جاي هيبقى من ضمن العناصر الاساسيه اللي هتكسب النادي الاهلي وهيبرز احسن من السنه دي. طيب فدي مكاسب كويسه للنادي. الدفاع ناس كتير بتقول انه من اكبر المكاسب قناعه الجهاز الفني بضروره عوده لاعب بامكانات رامي ربيعه للتشكيل الاساسي بعد ما بقى سليم طبيا وجاهز بدنيا، لانه في اجماع في الاراء على قدراته كمدافع. عنده كل الامكانيات المطلوبه في لعيب الكوره. اكيد رامي برضو لعيب مودرن زي ما بيقولوا، الحته الدفاعيه عنده عاليه جدا. رامي قبل كده لعب في نص الملعب الديفندر، اللعيب اللي تلاقيه بيلعب في اكتر من مكان بتلاقي عنده قدرات اعلى من اي حد تاني. رامي اتظلم، الاصابه طولت، بس الحمد لله الحمد لله رجع بقوه، لان خد مباراتين جامدين جدا. انت ما تستقل مباراه مثلا الزمالك دي لوحديها مباراه كبيره جدا تكتيكيا وحمل تبقى على اللعيب، مش مباراه سهله، لعبها بامكانيات عاليه جدا وقدر يحافظ على شباك النادي الاهلي مع المدافعين ومع الشناوي، وظهر بمظهر كويس جدا. المباراه الموسم اللي جاي هيبقى من الاعمده الاساسيه، لان رامي لسه صغير وعنده امكانيات، عنده قوه وعنده سرعات كويسه في الحته الدفاعيه، السرعات الصغيره لما بيجي يقفل او بيغطي، وعنده هيدرز كويس، وبعدين بيبني هجمه كويس، لعيب كوره في كل المواصفات. فدي من المكاسب الحمد لله ان رجع من الاصابه واشتغل مع النادي الاهلي هيخش بقوه الموسم. في مؤشرات كويسه في الارقام الخاصه بالنسخه دي من الدوري المصري، البطوله رقم 41 للنادي الاهلي. عايز حضرتك تعلق عليها كابتن صديق. يعني احنا الفريق اللي استقبل مرمى اقل عدد من الاهداف، دخل مرمانا 20 هدف طوال هذا الموسم. واعتقد بس زملائنا ياكدوا لي المعلومه، انا فاكر ان احنا احتفظنا بالشباك نظيفه في عدد 11 او 12 مباراه، اكثر فريق يعني كان عنده عدد من المباريات لم يدخل مرمى اهداف، اذا كانت المعلومه دقيقه. ما مش بقارن بالفرق الثانيه لان مش قدامي الاحصائيه دلوقتي، لكن احتفظنا بالمرمى بدون استقبال اهداف عدد كبير، 13 مباراه بياكدوا لي دلوقتي زملائنا، لان الاحصائيه ما كانتش قدامي. الاقل في عدد الاهداف اللي دخلت مرمانا 20 هدف، الاعلى في مرات الفوز، وان كنا لسنا الاكثر تهديفا، يعني في فرق احرزت اهداف اكثر مننا، لكن مرات الفوز 25 فوز هو اكبر رصيد من الفوز لاي فريق في الدوري. عايز حضرتك تعلق على الارقام دي. نتكلم على الحته الدفاعيه ونتكلم على حته التهديف لينا والتهديف علينا. الحته الدفاعيه ان دفاع النادي الاهلي يظهر بالصوره دي، واكثر مباراه ما تحرز فينا اهداف، الدفاع كان قوي جدا وصلب وراهم حارس عملاق، سواء
الشناوي طبعا لان بقول رقم واحد ليه؟ لان خد اكبر عدد مباريات كثيره وربنا يبعد عنه الاصابات. كان مميز ان هو عنده نسبه مشاركات اعلى من شريف واكثر من علي لطفي، فاحنا عشان كده بنقول الشناوي في الاول مع تقدير واحترام لبقيه الحراس الثانيه بما فيهم حتى الناشئين اللي هو سليمان وشوبير، الناس اللي هي اللي طالعه اللي هم مستقبل النادي الاهلي. خط دار كان متماسك، عمل مباراه قويه جدا جدا، وكون ان هو يكون متماسك وقوي اكيد عدد الاهداف هتبقى قليله ودي تتحسب لخط الدار. نيجي لحته مرات الفوز اللي هي 25 مباراه نفوز فيها، لان احنا بنلعب كوره جماعيه والاداء الجماعي بيغلب على الطابع الفردي عندنا، والحمد لله حققنا نجاحات وبنات كتير بسبب اللعب الجماعي تيم ورك الفرقه كلها، بدليل ان الباك ليفت يسجل، السيرد باك يسجل، نص الملعب يسجل، فدي تتحسب للاعيبه النادي الاهلي. الحته اللي اقل تهديفا عندنا دروب بس خارج عن اراده اللعيبه، عندنا اصابه لروس الحربه وليد ازارو فتره كبيره جدا مصاب، قعد فتره كبيره كان بعيد، مروان قعد فتره كان مصاب، دي برضو بتقلل من نسبه التهديف. السنه اللي فاتت ازارو كان هداف الدوري اجوان في اي وضع، كان بيجيب اجوان، بينزل نص ساعه بيلعب الماتش كله، كان عنده سكور عالي جدا كان بيسجل. نفس الكلام مروان قبل الاصابه بينزل بيسجل، كان في عدد اهداف كتير. السنه دي عدد الاهداف اقل بسبب الحته اللي هي بتاعت ايه روس الحربه، رغم الناس اللي تحت المهاجمين بيسجلوا، بس طبعا لما يكون راس الحربه بيسجل بتلاقي السكور عالي جدا وبيوصل كتير، فتلاقي المحصله النهائيه في الاهداف عاليه. بس دي ما تقللش من اللعب الجماعي اللي هو مطلوب في اي فرقه في العالم، اللعب الجماعي لصالح النادي الاهلي. محصله نهائيه 25 فوز، محصله نهائيه اللي هي اعلى محصله واهم محصله سبب النجاحات ان هي احراز بطوله الدوري، دي اللي بتادي لاكبر حصيله نقاط، احراز بطوله الدوري بيها. فدي طبعا انا بحييك ان انت يعني متابع الحته دي بتاع عدد مرات طيب. الفوز كابتن صديق عايز تقول ايه عن الموسم اللي جاي؟ الجمهور على ثقه ان الصفقات الجديده مع القادمين باذن الله مع القوه الضاربه اللي رجعت مع اكتمال الصفوف وعلاج الجهاز الطبي للمصابين وتجهيزهم، اصبح لدينا مجموعه من اللاعبين تؤهلنا للمنافسه بقوه على اللقب الافريقي، والجمهور عنده الامل ده، والنادي اتكلم عن ده انه هيركز عليه في الفتره الجايه. شايف ازاي بطوله افريقيا؟ لان الجمهور على يقين ان عندنا جهاز فني ولاعبين وفي دعم لهم كبير من النادي ومن المسؤولين يخلينا مؤهلين بقوه للعوده للتالق على المستوى الافريقي ان شاء الله. بطوله افريقيا بتختلف عن الدوري العام. دوري الابطال محتاج مجهود شاق، محتاج قوه، محتاج كل حاجه غير الدوري المصري. انت بتقابل المنافسين فيهم شراسه، بتقابل فرق قويه جدا جدا عندها تدعيمات كبيره. يعني انت بتلعب في شمال افريقيا او حتى الناس اللي في افريقيا بيجيبوا لعيبه غاليه جدا محترفين بيبقوا مستعدين للبطوله وعارفين قيمه وحجم النادي الاهلي، فتلاقي الناس بتقابلك بشراسه. احنا كنادي اهلي داخلين على البطوله دي غير المواسم السابقه، هيبقى في تدعيمات قويه جدا. النادي الاهلي الحمد لله في استقرار في الجهاز الفني، هنبدا الموسم بارتياحيه، في لعيبه اتضم ان شاء الله، في صفقات مهمه جدا جدا هتبقى في تاريخ النادي الاهلي، مجلس الاداره شغال بكل قوه عليها، دي هتدي دعم للفرقه في المشاركات والاستحقاقات الافريقيه. زي مثلا احنا داخلين على البطوله من بدايه البطوله اللي جايه هنلعب مع على ما اعتقد مع اللي اسمه الفرقه مبشر، الاسم مبشر بالخير، اطلع بره ان شاء الله، يطلعوا بره في اول مباريات. من بدايه البطوله داخلين بقوه، البدايه القويه هي اللي باذن الله باذن الله اللي هتخلينا نحصل على البطوله. الاستعداد من اول مباراه، التركيز عالي جدا، عوده الناس اللي كانت مصابه وباذن الله الناس اللي هي كانت في التاهيل، الناس اللي اتحرمت الموسم اللي فات هتبقى موجوده. يعني مثلا في نص البطوله الافريقيه ممكن، هل العنصر المؤثر في جاهزيتنا وقدرتنا على المنافسه على بطوله افريقيا هو وجود بدائل كثيره كلها قريبه في المستوى من بعضها امام الجهاز الفني؟ اكيد، لان البطوله الافريقيه عايزه بدلاء كويسين جدا على المستوى الناس اللي بتلعب اساسيين، وانا بطوله افريقيا مفيش حاجه اسمها بدلاء واساسيين، لان انت بتسجل اللعيبه كلها في افريقيا كلهم جاهزين وعلى نفس المستوى الفني والبدني وكل حاجه. حد مجهد من الدوري بديله على نفس المستوى، حد مصاب فقدته قبل اي مباراه لا قدر الله الاقي البديل على نفس المستوى. كله هيشارك وفي ارتياحيه للمدرب. ما انا قلت لك المدرب بتاع اللي هو اللي فات ده
المعسكر اللي فات فرق معانا في جزئيه اللعيبه والاستقرار عليهم وعملنا حاله كويسه جدا جدا وخدوا فتره معايشه مع بعض جم بارتياحيه على بطوله الدوري. الفتره اللي جايه هيبقى في برضه برنامج بدني اكيد قبل البطوله الافريقيه، الناس اللي كانت بعيد هتشتغل الجهاز الفني هيشتغل عليها بحيث كله هيبقى عنده جزئيه للبطوله الافريقيه. ايه اصعب مرحله حضرتك شفتها في الدوري ده في الموسم ده وهل كنت متوقع في اصعب اللحظات فنيا على النادي الاهلي بالحسابات في الدور الاول اننا هننافس بقوه ونقدر نفوز باللقب ده ولا لا؟ اكيد انا عمري ما كان عندي شك ان الاهلي مش هينافس. كان لو قلت لك الاهلي في اصعب المراحل اللي مر بيها كان عندنا ثقه في ربنا ثم في فرقه النادي الاهلي، لان شخصيه النادي الاهلي هي اللي فرضت نفسها في الفتره دي. زي ما قلت لحضرتك كل التحديات كل الصعوبات احنا اتطرقنا فيها قبل كده بس احنا بنعدي عليها كده بنبين حته الاصابات. الاصابات دي ما دي من اصعب الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي. لو كانت غريبه يعني كانت استثنائيه جدا في الدور الاول الحقيقه بشكل غير مسبوق في تاريخنا كله عدد الاصابات ده في فتره واحده او في طبعا مصر. اصابات كتيره لعيبه واحد انت لسه مشتريه بينزل يلعب ماتش يتعور، واحد تاني بيجي يلعب بيبقى ماشي كويس جدا يجي مثلا كسب الفرقه الماتش اللي بعديه يتعور، واحد تاني يروح مغبوط متعور، واحد يجي في التمرين يتعور. حاله يعني مش عايز اقول لك طبعا كله باراده ربنا بس عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن الاصابات دي لو ما جاتش والظروف دي ممكن كانت البطوله هربت منك، مش هيبقى فيه تحديات. بس التحديات دي والصعوبات اللي قابلها النادي الاهلي هي دي اللي بتولد الرجاله المعادن القويه في الوقت المناسب. الشخصيه موجوده بس اللعيب بقى هنا الشخصيه موجوده عنده، حتى اللعيبه اللي جات لك جديده من بره شافت الوضع اللي هم شافوه يعني ايه دخلوا في الجو بتاعنا الحماس وروح القتال العاليه كله بيعوض الغيابات يعوضوا الاصابات. توفيق ربنا طبعا كان معانا في بعض المباريات حتى لو الاداء كان متذبذب او احنا بره الفورمه لازم نعترف بيه، اصلا مش هنفضل نقول الاهلي احسن فريق في العالم ولا لعبنا كويس جدا واحنا لا، في فتره كان عندنا دروب فيها المنافسين كانوا احسن مننا كانت مؤثره طبعا على الاداء سواء محليا او افريقيا كان ادائنا مش مقنع. على بيراميدز جاله فتره كان متسيد تفوق على الاهلي والزمالك وعمل مباراه كويسه بس ما كانش عنده الروح بتاع البطوله ما عندوش الامكانيات بتاعتنا او الاستمراريه اللي موجوده عند النادي الاهلي انه يقدر يعوض هي اللي بتكمل ما كملش. الزمالك من احسن المواسم اللي لعب فيها كوره في فترات معينه بس جه في الاخر هربت منه ظروف بقى. وانا ضد ان يقول لك ايه الزمالك ساهم في الاهلي ياخد البطوله، لا هو الاهلي ده كان لما قاعد بيتفرج على التلفزيون الاهلي اجتهد واشتغل ولعب وكسب وحصيله النقاط اللي حصلنا عليها في الدور الثاني بتدل على شغلنا وانعكاسه على الجهاز الفني ومجلس الاداره وشغل الفريق كله بس ازاي انعكس على اننا نجمع اكبر عدد من النقاط في الدور الثاني. كابتن محمد الاهلي ساعد نفسه، اخدم نفسك بنفسك. وبعدين هقول لحضرتك حاجه، هو حتى لو سلمنا بانه ما يقال ان تاثر اي منافس بيفيد البطل، طب ما ده موجود في العالم كله. ما في فرق بين اي نقطه بيفقدها صح. واحد من الكومبيتيتورز بالظبط الدوري الانجليزي مع الفارق طبعا عشان ما حدش بيقول بتشبهه، الدوري الانجليزي اقوى كتير وبينفق عليه اكتر وقيمته التسويقيه اعلى والفنيه وكل حاجه، لكن بالحسابات فكره المنافسه بين اربع فرق في اي دوري في العالم اوروبي او افريقي او عربي كل واحد من المتنافسين على اللقب بيستفيد من كل دروب دي ميزة لأي كويسة. منافس دي ميزه كويسه ده لا يعيب البطل في شيء يعني ما ده اللي حل البطوله. ما انت لو انت بتلعب معكش منافسين صدقني الدوري هيبقى رخم. دي طبيعه المنافسه في العالم كله ودوري ملوش اي لازمه ولا طعم حتى التسويق بتاعه كله هتلاقي، انما الفرق اللي حصل لها دروب لمصلحه النادي الاهلي الاهلي اجتهد واشتغل على لعيبته واللعيبه بتقاتل وكسبوا مباريات كتير. فاحنا طبعا بنقول لهم هارد لك لكل الفرق اللي ملهاش نصيب. وعلى فكره اللي بينافس الاهلي او بيتفوق عليه في اي فتره من الفترات خلال موسم من المواسم او في سنه من السنين لو خد بطوله كان مشارك فيها النادي الاهلي ما كانش بيستفيد هذا المنافس او ذاك من ان النادي الاهلي كان في دروب في الوقت ده وبيفقد نقاط ما دام ما بيقللش من حق اللي فاز يعني انا بجتهد النادي الاهلي اجتهد زي ما حضرتك قلت صلح عيوبه الفنيه وجمع نقاط بشكل كويس وكان عنده التارجت عالي جدا انه يفوز باللقب ويعدي المرحله الصعبه أكيد. وبيستفيد من اي دروبات لاي منافس في أكيد. نفس الوقت أكيد. كل دي عوامل بتادي للفوز ده وفي الاخر طبعا. المحصله النهائيه الحمد لله الاهلي خد البطوله عن جداره واستحقاق وعمل موسم بالنسبه لنا وجهه نظري وكل جماهير النادي الاهلي موسم زي هم بيقولوا استثنائي. انا بقول استثنائي في الاصابات ان شاء الله مش هتتكرر بإذن الله. انما فنيا الاهلي عمل كل حاجه ووصل للحاجه اللي هو عايزها
وعمل فارق نقاط بينه وبين المنافسين، دي تتحط في التاريخ في الاحصائيات، دي من اغلى البطولات للنادي الاهلي. طيب حضرتك بتتمنى ايه مع انطلاقه الموسم الجديد محليا وافريقيا من النادي الاهلي، مجلس اداره ومسؤولين عن ملف الكوره وجهاز فني ولاعبين؟ طبعا الاستقرار اهم شيء. بتمنى يكون في استقرار للفرقه زي ما حصل في نهايه البطوله دي ومن بدايه التدعيمات، يكون في استقرار للجهاز الفني. طبعا الاستقرار ده اللي بيوجده مجلس الاداره، وهم مش مقصرين جدا جدا بالنسبه للتدعيمات والحاجات دي. الناس ان شاء الله بتمنى المصابين دول يكونوا رجعوا، اللي هم اضافه للنادي، اللي هم اتحرموا ان هم يكملوا مع النادي الاهلي. اللعيبه تركيزهم يكون عالي من اول البطوله الافريقيه ومن اول بطوله الدوري العام. بتمنى عوده الجماهير، دي بتدي باور، لان انا بصراحه حزين المباراه الاخيره ان الاهلي كده يتوج ومفيش جماهير. تخيل الملعب فيه 60 70 الف جماهير النادي تبقى موجوده، كانت تبقى فرحه مميزه جدا جدا. فالسنه الجايه بتمنى الاستقرار يعم النادي، وربنا يبعد عنهم الاصابات، وتدعيمات تكون على مستوى عالي، ويبقى فرقه النادي الاهلي تكون احسن من الموسم اللي فات باذن الله ان شاء الله. طيب وعلى مستوى ترتيبات وتنظيم وانتظام مواعيد المسابقات والبطوله، دي نرجع بقى للتنظيم والحاجات دي. بتمنى طبعا اشوف اتحاد كوره يكون مميز على مستوى عالي، يكون في انتخابات يعني على قد مستوى الحدث. الناس اللي جايه دي اللي هم بيقولوا متطوعين، اللي هيخشوا انتخابات الجمعيه العموميه، كل واحد يختار واحد للمنتخب لمصر او لاتحاد الكره المصري، يكون عنده من جواه عنده قناعه ان هو جاي يخدم لعبه كره القدم مصر. سواء الاختيارات الجمعيه العموميه لما يختاروا حد او يرشحوا حد، يكون في ضمير في الاختيارات، لان لو جابوا مجلس اداره لمنتخب لاتحاد الكوره، مجلس اداره اتحاد الكوره اللي هيجي جديد ربنا يوفقهم ايا كان واي اسامي يا كابتن، يشتغلوا. سيبك من نغمه انا متطوع، يجوا يشتغلوا عشان يخدموا مصر، يخدموا البلد. احنا يا حرام اللي اتعمل فينا في بطوله الامم الافريقيه، الدنيا كانت بايظه من قبل ما يلعبوا. انا من ضمن الناس، انا اتسالت هنا في قناه الالف كذا قناه، ايه رايك في الاختيارات؟ قلت لهم الاختيارات لو غلط هتنعكس عليهم، هيطلعوا بصوره غير مشرفه وهيتبهدلوا. كسبوا الناس هتفرح بيهم، بس برضه ممكن ربنا عمل كده والخساره دي جت عشان الدنيا تتظبط. انت عارف لو منتخب خد البطوله كان هيبقى الوضع كما هو عليه، ممكن تلاقي الدنيا فيها مفيش انضباط، هتلاقي فيه فساد. دلوقتي لما يجي اتحاد كوره لو في حد من الناس اللي مشيت هيخدم البلد دي وكويس، يا مرحب بيه. انا مش عايز اقول كلهم وحشين، حرام، في ناس ممكن بتأدي او ناس لسه جايه جديده عليهم، ممكن عندهم حاجه يقدموها لمصر او للاتحاد. بس انا الانديه هي اللي غلطانه، انت مش في جمعيه عموميه، مش الانديه دي بتدي الصوت الكابتن محمد عشان يترشح؟ خلي عندك ضمير، ما ترشحش حد عشان مصلحه شخصيه، الا لو كان الانسب للمكان ده ولا الاكثر المؤهل حقيقي للمكان، يكون مؤهل يخدم البلد، يخدم المنتخب بالاختيارات. انا حزين جدا لما واحد مثلا زي الكابتن هاني رمزي قال اصل كابتن المنتخب مش على قد مسؤوليه، اطلع قبل ما البطوله تشتغل، اطلع. ده انت ممكن لو في حاجه اتكلم عشان الراي العام، يبقى انت تلفت نظره، الناس تقدر تصلح قبل ما نبقى في خراب او مالطة. على اقل تقدير حاولوا تحلوا ده كله في اجتماعاتكم في الغرف المغلقه، ما ينفعش من قبل البطوله، يعني عشان نحل المشكلات دي عشان نوصل للهدف المرجو منه، يبقى عندنا منتخب قوي. وبرده انا ضد الناس اللي هي بتقلل من كفاءه محمد صلاح. محمد صلاح احسن لعيب كوره جه في تاريخ مصر، لا هيجي قبله ولا بعده من انجازات، من رفع اسم مصر، اكتر واحد رفع اسم مصر محمد صلاح. ما تجيش تقول اصل مش عارف فلان شرف العرب، لا، اللي شرف العرب صح محمد صلاح، اخلاقيا سلوكيا فنيا في الملعب، هداف، جاب دوري الابطال. ما ينفعش احنا نيجي واحد يطلع يتكلم عليه وحد ينقده عشان يداري على ناس تانية في اتحاد الكرة او في اي نادي، لا، ما ينفعش. يعني حضرتك مع الاراء اللي بتقول ان محمد صلاح ظلم في البطوله طبعا دي، لانه ظلم، المنتخب ما ساعدوش، ظلم، سواء جهاز فني او لاعبين، الاداء ما كانش مخليه يقدم افضل كابتن محمد ظلم. حضرتك مع الراي ده؟ طبعا معاه ونص، وكل الشعب المصري اللي بيعرف كوره، الناس اللي عندها ثقافه رياضيه، محمد صلاح اتظلم. هو ده منتخب؟ ده مش منتخب. الاختيارات كان في لعيبه مميزه كانت لازم تروح، محمد هاند كان لازم يروح، لازم يروح منتخب. مين عمرو السوليه كان لازم يروح منتخب. بقول لك على الناس، الولد اللي هو بتاع الزمالك ده عشان يديله حقه عشان نكون منصفين، عبد الله جمعه ده لازم يروح المنتخب. لما انت الباك ليفت او الباك رايت، في ناس جابت وان، بس معلش يعني انت بتلعب في مصر، شفت الباك ليفت بتاع الجزائر اللي هو خد احسن لاعب في البطوله؟ شفت الثلاثه اللي في الجزائر، بونجاح واللي هو الثاني محرز واليوسف بليلي، اربعه يدغدغوا اي حد. المدرب مع التحفظ عليه ببعض الحاجات
عنده روح قتاليه عاليه، الفرقه جايه تاخد بطوله. في المنتخب بتاعنا قاعدين نايمين بره، كل الجهاز الفني والناس اللي كانت مسؤوله عن المنتخب كانوا نايمين في البطوله دي. وفي الاخر تقول المدرب ما ينفعش؟ لا، انا بتكلم بما يرضي الله مصر. حضرتك شايف انه لا يتحمل هذا الفشل اجاري بمفرده المدرب؟ لا، اللي جاب اجاري هو اللي اتحمل. لما بقول لك واحد بيقول لك ايه، اصل انا ما كنتش جايبه، كنت جايب واحد تاني، اتفاجئت لقيتهم جابوه. استقيل، قول انا مستقيل. على الاقل لما هم يفشلوا يبقى انت تطلع بطل، مش تسكت يبقى انت ضعيف. المنتخب دول هم بصراحه بهدلوا الناس، بهدلوا الشعب المصري. اعظم بطوله اتنظمت في تاريخ مصر، بس فنيا لمنتخبنا افشل منتخب لعب في تاريخ مصر، ولا كلامي غلط؟ لا، دي اراء كتير قوي. انا ما تفرقش معايا، انا بتكلم، لكن على مستوى كرة. التنظيم وشكل خروج البطوله الكل كان فخور بيها وسعيد بيها. حي محمد فضل، وبحي اي حد يساعد محمد فضل في هذا الكوره. كل ده في اجهزه كتير اشتغلت المنظومة. على انا بقول لك اهو في ناس، لكن فنيا الحقيقه كان في اخفاق. اللي جاب محمد مزمولة. اللي جاب محمد فضل انا بحييه جدا ان عمل بطوله مميزه منظمه. في ناس في الاتحاد كويسين، ما انا مش عايز اجمع كله، بس في الاخر الفشل بياخد كله. الفشل بياخد كله، فيا رب ان نستوعب الدرس. لكن انا ما بتكلمش عن افراد، بتتكلم عن حصيله العمل والانتاج نفسه. يعني انتاج الاتحاد وادارته الملف في الكوره. انا بتكلم، طب ايه اللي مطلوب؟ نطور الكوره المصريه ازاي؟ لو قلنا عناوين سريعه، طبعا ماشي. الوقت ده محتاج حلقات. الانتخابات يعني اولا دي حضرتك اتكلمت عنها، تكون نزيهه، انتخابات شريفه، اللي يدي صوت يدي اللي يستاهله. لازم يكون في احتراف في مصر، لازم يكون في تنظيم، لازم يكون في بطوله دوري في ميعادها، المؤجلات واللخبطات والدنيا دي كلها، اي استحقاقات خارجيه داخليه يكون في منظومه من الاول، كل حاجه منظمه، في اجنده. ما تجيش بعد الدنيا ما تخرب، اصل فلان عايز ياجل بالتليفون، اصل فلان زعل، اصل ده هيتسحب عشان عمل كذا. النادي الاهلي لما الكابتن الخطيب اتكلم مصلحه مصر قبل مصلحه النادي الاهلي. انا العب في اي وقت طالما النظام يمشي على الكل، المنظومه سليمه. ولا لا، اديني حق النادي الاهلي بس، اتكلم على المنتخب، على مصر كلها، في التنظيم، في الاجنده بتاعه الاتحاد. ما تجيش تلخبط الدنيا ببعضيها، كل ده مش هيصلح حاله لما تنظم البيت. في اولاد بيطلعوا كويسين، غير اللي اذا الاب يكون مربيهم ومعلمهم وماشيين عندهم نظام في البيت، ولا بيطلعوا كده لوحديهم بيبقوا مثلا كويسين او وحشين. لا، في نظام الاب بتاع الكوره يعني. الاب بتاع الكوره، اتحاد الكوره ده الام المسؤول عن المنظومه كلها. بس للاسف الشديد انت بتيجي تتكلم ثاني يوم بتلاقي الدنيا اتلخبطت، وتلاقي برده ناس باراشوت راحوا راجعين ثاني، يبقى الوضع كما هو عليه. بس الموضوع الاستقالات وان كله استقال، انا شايف انه بادي الدنيا ماشيه صح، ان انا شايفها جايه بصراحه جايه في محلها. مع السلامه كل اللي موجودين بره، اللي كفاءه عايز يرجع. اللي ما كانش كده، لان اقول لك على حاجه، عارف لو ما كانش في استقالات، لو الدنيا اتقلبت ما كانش حد هيمشي. هات لي اسم كده اقول لك ما حدش كان يمشي. لو الدنيا اتقلبت في مصر ما حدش عايز يمشي من مكانه، انما طالما في حاجه رسمي خلاص كله بقى شكرا وان شاء الله. طيب انطلاقا من حديثك بشكل عام عن تطوير منظومه الرياضه في مصر يا كابتن صديق، هبعد بيك شويه بره كره القدم، لان ما اقدرش نبقى قاعدين بنتكلم والكوره جزء من الرياضه، واحنا بنتكلم عن مستقبل الرياضه في بلدنا بشكل عام. لابد ان نحيي الجهاز الفني واللاعبين اللي حصلوا لمصر على المركز الثالث، برونزيه كاس العالم للشباب لكره اليد. والناس في الشارع المصري بتتكلم عن خريطة الرياضة والإنفاق عليها، إن دي المنتخبات ودي الأجيال اللي أبدأ أودي لها النفقات وأودي لها الدعم المالي وأصرف عليها وتشارك في معسكرات عالمية، طالما الجيل ده مؤهل إنه ينافس وياخد كأس العالم. كرة اليد، حضرتك إيه؟ كرة اليد قبل أي حاجة أنا بحيي المسؤول عن كرة اليد. اتحاد كرة اليد اتحاد محترم جدا، اتحاد منظم، اتحاد واعي، عنده ثقافة، بيعملوا كل حاجة، كل رجل مناسب في المكان المناسب، أجهزة فنية، اختيارات اللاعبين، ظهروا بصوره مشرفه جدا جدا ان هم يطلعوا ثالث على العالم. يعني دي حاجه مبشره بالخير، في مستقبل لكره اليد في مصر. نفسي ان كره القدم تتعلم من كره اليد. بالنسبه للناس المسؤولين، المنظومه اللي هي بتبقى موجوده، فانا بحيي كل المسؤولين عن كره اليد، من اجهزه فنيه، من اتحاد كره اليد، من لاعبين، كل المنظومه كامله بتاع كره، حتى كره اليد الفريق الاول، مش اللي هم الاولمبي او الناشئين اللي كان مثله مصر. من ساعه ما انا يعني متابع، من ايام حتى الدكتور حسن مصطفى لما كان في اتحاد كره اليد،
كره اليد مميزه جدا جدا في مصر. ساعه ما كان الكابتن جوهر نبيل كان بيلعب، هو عضو مركز اداره في النادي الاهلي، واحد من افضل اللاعبين طبعا، من افضل لعيب مصر في تاريخ مصر، وواحد من اللاعبين المصنفين عالميا كمان. واللعبه كمان في النادي الاهلي عناصر مميزه جدا جدا طبعًا. في نادي الزمالك زي احمد الاحمر، يعني في لعيبه في مصر في كره اليد مميزين. لما يظهر جيل بالامكانيات دي في مرحله الشباب، مش ده النهارده لازم يكون اولويه لاداره الرياضه في مصر وللانفاق على الرياضه، ان انا استثمر في الجيل ده؟ نتوجه بقى السؤال ده لوزير الشباب والرياضه، رجاء الاهتمام بالالعاب الاخرى مش كره القدم بس، زي كره اليد لازم نعطيهم كل الامكانيات، كل التسهيلات ان هم يعملوا منتخب قوي، ونساعد اتحاد كره اليد فعلا الواحد يكن لهم احترام والتقدير وننحني ليهم. بيعملوا في صمت، بيعملوا في صمت، مفيش اي هنا وهنا اعلام وبتاع وفضائيات، لا شغالين برضو على مستوى كرة السلة. ومنهم أربعة من نجوم النادي الأهلي المميزين، فريق الشباب ضمن منتخب الشباب لكرة السلة، فاز بكأس الأمم الأفريقية للشباب لكرة السلة. الجيل ده محقق نتائج أفضل من المنتخب الكبير، يعني بيمثل مستقبل حقيقي وطفرة فنية في كرة السلة. فلازم نشوف الخريطة بتاعتنا، مين مميز سواء لعبات جماعية أو ألعاب فردية، والمميز ده نبدأ نصرف أكتر وننفق أكتر وندعمه ونجهزه فنيا. ما أنا قلت لحضرتك مش كرة القدم بس، كل الألعاب بما فيهم كرة السلة، أنا قلت لك السلة، كرة اليد، الطايرة، حتى في ألعاب فردية مثلا زي الاسكواش، لا الناس مهتمة لما يلاقوا حد بطل أو حاجة، لا الاتحادات أو المفروض وزير الشباب والرياضة والمجلس على الشباب والرياضة في تدعيمات للناس دي تستاهل. أنت الكرة بياخدوا حقهم وزيادة، تالت ومتلت من معسكرات، عارف قمة. لما أنا يعني أنا ليه كابتن، أنا آسف وأنا بعتذر لو كنت لفظي طلع غلط أو اتشديت أو بتكلم بعصبية، أنا من لمصلحة مصر، من حبي في مصر، من ساعة ما كنا في كأس العالم يا كابتن، إحنا نتغلب من السعودية نروح لكأس العالم ما نجيبش نقطة نتغلب، يعني ده تمثيل. البشاير كانت من هناك، البشاير كانت هناك. حضرتك طبعا بتتكلم كمان بشكل لا ينتقص من شأن أي منتخب عربي أو أي دولة أفريقية، بس حضرتك بتقول إن المقومات طبعًا وعدد المحترفين اللي عندنا وأسمائهم عالميا طبعًا كانت تؤهلنا لنتائج أفضل في المجموعة، مش تقليل من شأن أي منتخب. لا وحتى لو كلمت على أي منتخب أنا بخافش، أنا بتكلم فرق بيننا وبين السعودية كتير في الكورة، وأنا بغلط. لا حضرتك شايف إن إحنا كنا مؤهلين في المجموعة دي، إحنا نتائج أفضل. السعودية كانت أحسن مننا مع الإمكانيات البشرية أقل مننا اللي هي اللعيبة. لعيبتنا كانوا مميزين، المفروض ان هم كفتهم ارجح في عندك منتخب قوي جدا جدا، هم سبقونا. الامكانيات الماديه ممكن يكون عنده اعلى، بس فنيا انت اعلى، بس في الملعب السعوديه كانت احسن منك مليون مره، بدليل ان هو كسبك. انت دخلت اداء جماعي، التيم ورك وشغل المدرب قدر يتفوق عليك. رحت هناك جيت لا حول ولا قوه الا بالله، دي بدايه الفشل، بس الناس ادارت. طيب هل حضرتك ما دام اتكلمت بقى بالصراحه دي عن ادائنا الفني في كاس العالم، هل كنت مع الاراء اللي بتقول ان احنا يعني ميشن اكومبلشد، ان احنا حققنا الهدف التارجت اتحقق بمجرد الصعود للنهائيات، ولا كان المفروض يبقى سقف طموحنا ابعد من كده؟ طالما المجموعه كانت اوروجواي والسعوديه وروسيا، كنا فنيا عندنا فرصه نتخطى الدور الاول، يعني الناس كان عندها طموح اكبر من كده. سقف الطموح ان انت توصل كاس عالم دي خلاص اتلغت من ايام سنه 90، كابتن جوهر عمل الانجاز وخلاص. احنا دخلنا ما بعد الانجاز، ان انت بقى عندك تطور في كره القدم، عندك محترفين كتير، عندك لعيبه على مستوى عالي بيلعبوا في اوروبا. الاول ما كانش في حد بيلعب في اوروبا، كابتن جوهر خد اللعيبه عمل لهم معسكرات، كان بيروح اسوان وبيروح الجبل في الطريق الصحراوي وراح المانيا. دلوقتي انت عندك امكانيات اعلى وعندك محترفين اكتر من الاول، بس الروح اللي كانت موجوده الاول وكان لعيبه مهتمين وكان في مدير فني قوي. يعني الزيرو نقط، ثلاث هزايم، ما خدناش نقطه واحده حتى بتعادل واحد في مجموعه زي ما حضرتك وصفتها بدون ذكر اي منتخب طبعًا. بتكلم بشكل عام عن منتخبات المجموعه انها ما كانتش افضل مننا، منتخبات فنيا ما كانتش حتى لو مجموعه قويه بفارق كبير عن المنتخب حتى المصر. لو مجموعه قويه انت عندك منتخب بقى مصنف، عندك منتخب قوي، عندك لعيبه محترفين. ما تروحش تجيب مدرب معلش يعني جاي يرص الناس كلها ورا، ما تجيبش مدرب على السي في ويكون ضعيف في الملعب. يعني اللي فات وده قاعدين بره لا حول ولا قوه الا بالله، والجهاز الفني قاعد نايم بره. في لوغاريتم احنا بنختار المدربين على اساس ايه، خصوصا ان احنا ما بندفعش رواتب قليله. يعني الدخول عاليه جدا، ممكن تصل لشريحه من المدربين فنيا افضل من كده شويه، يعني في حاجه المدربين اللي مش مفهومه في طريقه اللي مسكوا منتخب يعني. مصر المدربين اللي بيجوا الاختيارات خاطئه سواء للمدرب او للعيبه. ده ملف لو اتكلمنا عنه يعني نتكلم عن اصلاح الكوره. انا بكلمك بصراحه. لا لا طبعا، وعلى فكره اللي حضرتك بتقوله انا ما جرحتش في حد كابتن محمد، ما جرحتش في حد كابتن صديق. كلام حضرتك كلام
يعني متزن جدا ومحترم جدا. احنا دايما بنبقى حريصين ان احنا ما نتحدث بشكل يقول اننا بنقلل من شأن حد. لا. بنقول ان احنا اللي اخفقنا في البطوله دي ولم طبعا. نقدم في نهايات كاس العالم ما كان مرجو مننا وما يليق بحجم وقدرات العناصر الموجوده في منتخبنا زي ما حضرتك قلت. رغم ان المجموعه بكل المقاييس ما كانتش مجموعه صعبه، على اقل تقدير كانت مجموعه يعني متوسطه في المستوى. عشان كده انا قلت لحضرتك ايه في النهايه دي بشاير لما يكون في دروب لو انت صلحته كنت دخلت على الأمم الأفريقية. صفر صفر نقطة من 9 نقط وثلاث أزايد. الأمم الأفريقية أنا مش عايز أتكلم في السلوكيات، مفهوم. المنتخب الحاجات الإيجابية هتعلي فوق، الحاجات السلبية هينزل تحت. طبعا مفهوم، وأعتقد الكل كل اللي بيتابع حضرتك دلوقتي بيتفق معاك في الآراء. خلينا نختم بحاجة إيجابية بعد ما تطرقنا لسلبيات كتير. هرجع وأقول كلمة أخيرة عن النادي الأهلي ختام الموسم، الدرس اللي الكل ممكن يتعلمه من الفريق البطل اللي بيقدر يتخطى الصعاب كلها ويعمل عملية إحلال وتجديد مع في نفس الوقت اللي ما بيفقدش فيه البطولة زي ما عملنا الموسم ده والحمد لله. الحمد لله الأهلي استفاد من البطولة دي، والأهلي زي ما عودنا زي ما قلت لك الاستقرار أولا، والاستقرار وعدم التغييرات كتير، والثقة باللعيبة والثقة بالجهاز الفني دي بتولد النجاح. والظروف اللي حصلت دي كلها، انت قلت بداية حديث حضرتك ان الاهلي لما غير مدرب جه حصل شوية حاجات ممكن يغير مدرب التاني، قلت لك لا، ان الاهلي عنده الثقة وعنده من الخبرات اللي تؤهله يدير اي موقف قدامه. فالحمد لله احنا استفدنا كتير من الموسم ده من كل النواحي، حتى من الاصابات استفدنا منها، استفدنا من عمليه الروتيشن، تغيير اللعيبه، استقدام اللعيبه اللي بتجي لنا، الحاجات اللي بتيجي مثلا من بره، الاختيارات سواء الافارقه او اي حد بيجي على النادي الاهلي، كل دي ان شاء الله باذن الله القادم افضل كمان. حضرتك بتتوقع اختيارات وعناصر تضيف للقوى الموجوده في النادي الاهلي؟ اكيد الاهلي بيعمل كل ما بوسعه يهيئ المناخ ويجيب احسن لعيبه للنادي الاهلي اللي هم يرفعوا اسم النادي ونخش على البطوله الافريقيه بقوه، وباذن الله ان شاء الله نحرز اللقب السنه دي ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا، بنسعد بوجود حضرتك معنا دايما على شاشه قناه الاهلي ومثل الاهلي ليله الكابتن صديق الجمال واحد نجوم الكره المصريه ونادي الاهلي سابقا. شكرا جزيلا لك كابتن حبيبي. يا كابتن محمد اشكرك جدا، وبهني مجلس اداره والجهاز الفني، وان شاء الله من الاهلي من انتصارات لانتصارات ومن بطوله لبطولات ان شاء الله باذن الله. وبنضم صوتنا لصوتك كابتن صديق، مبروك مره ثانيه لكل المسؤولين في النادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره والمسؤولين عن ملف كره القدم تحديدا، وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وان شاء الله القادم افضل، ودعم جماهير النادي الاهلي دائما وثقتهم بلا حدود في قدرات النادي الاهلي وجهازه الفني ولاعبيه، وده اللي انعكس على ثقه الجماهير اللي قالت هننافس واتفقت في الراي مع مجلس الاداره ومع الجهاز الفني اللي قال مع الاحلال والتجديد لن نفرط في البطوله وهننافس عليها، وما تحقق هو ما تحقق في نهايه هذا الموسم بفضل الله سبحانه وتعالى، الفوز باللقب البطوله رقم 41، وايضا الفوز في القمه الخاصه او البطوله الخاصه ومباراه القمه والديربي المصري الاهم دائما ابدا بين الاهلي والزمالك بصرف النظر عن حسابات النقاط واذا كانت المباراه مؤثره في البطولة وفي اللقب من عدمه. خلينا نختتم هذا الحوار، بشكر حضراتكم على المتابعة، ومبروك لجماهير النادي الأهلي دائما أبدا اللاعب رقم واحد في صفوف النادي الأهلي، ودعمها يؤثر على كافة المستويات في تألق الفريق مع النسخة القادمة من الدوري المصري والبطولات المحلية، وأيضا حلم العودة لكأس العالم للأندية إن شاء الله تكون النسخة القادمة الأداء فيها مختلف والظهور الأهلاوي أفضل كثيرا من البطولات الأخيرة على المستوى الأفريقي أو دوري الأبطال الأفريقي، وننافس ونستطيع الوصول للنهائي والفوز باللقب إن شاء الله. بشكر حضراتكم على المتابعة، لكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي الليلة والحوارات القادمة مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين.